اصدقائي كيفكم؟ ان شاء الله اموركم تمام وطيبين. نزلت بوست على صفحتي بالفيسبوك الفتره، حكيت اني راح ابدا فقره جديده راح تكون جدا جدا مسليه، وانا متاكد انكم راح تستمتعوا فيها. هسه مع شغله الكورونا يمكن الواحد قاعد بالدار ما فيش شيء يعمله، ما فيش طلعات، فيش روحات ولا جيات ولا شيء، يعني واحد قاعد منخم بالدار. فعشان هيك قررت اني ابدا بالفقره هاي، وقررت اسميها ما وراء الكواليس. هسه ليش سميتها ما وراء الكواليس؟ اوكي، هسه بالفقرة هاي راح أسلط الضوء على الستوريات اللي عاملين من الانستغرام، بحيث إن راح أحكي عن إيش الأشياء اللي بيعملوها بوقت فراغهم، وين بيطلعوا، مع مين بيطلعوا، وين بيطشوا، مع مين بيطشوا، شو بوكلوا، شو طبيعة الأكل بوكلوه، الجسم صحي، بتدربوا بتدربوش، يعني زي هيك إنه راح أناقش الحياة الاجتماعية الخاصة باللاعبين، أو خلينا نحكي حياة خارج الملعب الخاصة باللاعبين، وراح انتقدها كمان. بتمنى الحلقة تعجبكم، راح ارجع معكم. اول لاعب راح ابلش فيه اللي هو كوتينيو. خلينا نشوف شو الاشي الخارق للطبيعة كثير اللي عمله. Fala pessoal, então aqui aceitando o desafio do meu amigo Thiago para incentivar todos nós a lavarmos as mãos, né? Nesse momento aí difícil que a gente está passando, é muito importante a higienização. اوكي، فاهمين انه اللاعبين فيش تدريبات عندهم، فيش مباريات، منضبين بدورهم، زهقانين، بدهم اشي يتسلوا فيه. فعشان قرروا انه كل واحد يمسك باكيت، يمسك رول فاين تبع حمام ويصمد فيه انه بده يتسلى، بده اشي يبلش فيه. اوكي، هذا الجزء فاهمه، بس الجزء الثاني روح لعند الجزء الثاني، الجزء انه بتعلمنا كيف نغسل ايدينا. اوكي، بنعرف انكم لاعبين وممكن ذكائك يكون شوي محدود، بس تعلمنا كيف نغسل ايدينا، كيف نغسل ايدينا. مش هيك كمان، لا انت مش تعديت مرحلة الزهق، انت تعديت مرحلة ما بعد الزهق. على اللي بعد. اللاعب الثاني الصراحة دق فيه، واللي هو ويلفرد زاها، لاعب كريستال بالاس. خلينا نشوف الاخ شو عمل بالفيديو تبعه. About the 30-second rule of washing your hands. My point for the whole video is for people to wash their hands. You can take an hour if you want to. حياة عرضك زها. أوكي، والجزء فاهمه. يعني بدك تقضي شوية وقت مع ابنك وحبيبتك، لهم حق عليك، طبعا لازم تتسلى معهم. بس الجزء الثاني، أنت هيك بتقلد بكوتينيو، بتعلمنا كيف نغسل ايدينا، على أساس لا نعرف كيف نغسل ايدينا بالمرة. لا، بقول لك الخطوات كمان، حط شوية صابون على ايدك، افتح المي، حط ايديك تحت المي وافرك كويس، لا تنسى تفرك كويس، وبعدين غسل، بعدين مسح ايديك. لا تعليق. على اللي بعد بسرعه. اوكي، خلصنا حكينا اول اثنين عباقره اللي بنشر الوعي الصحي كيف الواحد المفروض يغسل ايديه. لا، احنا ما بنعرفش انه عشان الواحد حافظ على صحته المفروض انه يغسل ايديه. فيش حدا بيعرف فكره، هذول بس اول اثنين هم اخترعوا الشغله هاي انك تغسل ايديك. مش مشكله. نروح على الثالث. هسه بدي احكي عن بوجبا. خلينا نشوف بوجبا شو قاعد بيعمل هاي الايام.
اوكي هسه تحليل انا الشخصي بالنسبه للمقطع تبع بوجبا بنقسم لجزئين. الجزء الاول انه بوجبا عارف حاله انه ما لعبش غير يعني يمكن مبارتين ثلاث طول الموسم، بحيث انه كان غايب طول مرحله الذهاب، حتى المبارتين هذول او الثلاث اللي لعبوا مش هالمستوى اللي قدمه. بده يثبت الكل بما انها فتره عطله ما فيش لا مباريات ولا تدريبات انه انا مش قاعد بستريح ولا قاعد بطش ولا بروح وباجي ولا شيء، بالعكس انا قاعد بشتغل حالي وبتدرب وبشد حيلي عشان ارجع بكامل لياقتي ارجع بكامل لياقتي للملاعب. اوكي الجزء هذا منطقي جدا، بس تروح على الجزء الثاني، جزء على فكره جدا مستفز، كثير مستفز، يعني فوق ما هو فوق ما صرح بالصيف الماضي انه بده يطلع من النادي وانه مشروع النادي مش عاجبه وبده يبدا شيء، بده يبدا مرحله جديده بمسيرته، فوق هيك بيطلع قميص يوفنتوس اللي هو فريقه السابق، بيطلع قميص يوفنتوس وبتدرب فيه ولا على الانستغرام قدام كل العالم. في اخوان في شيء مستفز اكثر من هيك؟ في شيء مستفز اكثر من هيك؟ على فكره جدا مستفز الشيء هذا. انا مكان الاداره، جد انا مكان الاداره لو مكان رئيس النادي بقول يا بوجبا تعال هيا هيا عقدك، افسخ العقد وشكرا لك على كل شيء قدمته وهوينا هوينا جد الله معك. في شيء مهين اكثر من هيك بالمره؟ يعني جد لو رئيس النادي بقول له الله معك مع السلامه اللي بعده اللي بعده. اوكي هسه ننتقل للاعب ثاني واللي هو البرازيلي ريتشارليسون اللي بيلعب مع ايفرتون. خلينا نشوف ريتشارليسون شو قاعد بيعمل الايام هاي. É que tem um vídeo rolando desde a semana passada com o Richarlison lá no canal Vamos, um quadro novo chamado Chutômetro, e você tem que assistir. Então arrasta aqui pra cima e não perde isso de jeito nenhum. Já se inscreve no nosso canal, porque o segundo recado é que amanhã. اخوان طبعا اللي ما فهم الفيديو، القصه ما فيها انه رونالدو البرازيلي بسنه 2002 بكاس العالم عمل التسريحه هاي، التسريحه هاي انه بتقص كل شعرك بس من قدام بتخلي فيه زي نص دويره. طبعا التسريحه هي مقرفه مقرفه لابعد الحدود، يعني اللي حاب يصير بشع يروح يعمل التسريحه هاي. طبعا الناس هذول شفتوهم الفيديو بس انه هذول ناس عملوا تسريحه هاي كونهم بحبوا ريتشارليسون او بحبوا رونالدو البرازيلي او الاثنين whatever. طبعا whatever فعملوا تسريحة هاي وودوها وتصوروا وودوها لريتشارليسون وهاي هي القصة. أو بس هي. أصدقائي بتوقع أنك بكون وصلت نهاية حلقتي. طبعا بتمنى الحلقة تكون عجبتكم وفرطتوا ضحك وانتوا بتحضروا، وهذا أهم شيء طبعا بالنسبة لي كون الحلقة الهدف من وراها انكم تضحكوا وتنبسطوا مش انه هدف رياضية ولا شيء. طبعا بعرف يمكن الأسماء اللي حكيت عنها مش هالأسماء المعروفة، يعني هيك حظي للاسف هاي الاسماء او اللاعبين اللي كانوا منزلين ستوريات على الانستغرام، بس ان شاء الله راح اضلني متصيد للاسماء القويه من مثل ميسي نيمار رونالدو ابراهيموفيتش مبابي كاردي دي ماريا الشله الطيبه هاي، وان شاء الله ما راح اقصر معكم. وانتم كمان اذا في عندكم لاعبين معينين حابين احكي عنهم او انه اضلني متصيد لهم زي ما تحكي شوف ستورياتهم وبوستاتهم احكوا لي، وان شاء الله ما راح اقصر معكم.